بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الإعلامي المتميز دائما نجم مصر والنادي الأهلي الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن محمد سليمان السلعاوي والكابتن محمد موسى. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة النادي الأهلي، دكتور وائل أبو العزم أحييكم ويسعدني أن أكون معكم معلقا للمباراة الثانية بين الأهلي وسموحة في إطار الدور قبل النهائي لمباريات دوري المرتبط للسيدات. قبل ما نبدأ اسمحوا لنا كده نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لمعالي الوزير المهندس العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بالشفاء، وأن يعيدوا إلى بيته وأهله وأحبائه ونادي بخير وصحة بإذن الله. بداية بيمثل النادي الأهلي ميرال أشرف، نادين السلعاوي، ثريا محمد، دينا عمرو، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، تمارا نادر السيد، حبيبة محمد، بيكو، يارا أسامة، فاتو ديانيه، جيدة خالد، والإدارة الفنية، مدير فني كابتن طارق خيري، ومعاه كابتن كريم عبد المنعم وكابتن علياء محمود، محلل أداء كابتن أكرم الشربجي، إداري كابتن ماجد المسلمي، مدير إداري كابتن ماجد المسلمي، إداري كابتن نجاح ربيع، طبيبة دكتورة مروة الحسيني، علاج طبيعي دكتور ياسمين كيلاني، وتأهيل نفسي دكتورة مي القاضي، لياقة بدنية كابتن محمد عبد العزيز، ومدلكة كابتن إيمان جمال. أما سموحة بيمثلوا سما عمرو، مي حلوة، رضوى عبد الرحمن، آية صدقي، ماري لويس، ريم أسامة، إنجي صلاح، ملك عبد القادر، حبيبة لطفي، ملك سامي، أيتن محجوب، حنين حسن، والإدارة الفنية الكابتن أحمد جمعة، ومعاه الكابتن محمد يونس والكابتن محمود أبو العيش، وأحمال كابتن أدهم نبيل ورئيس جهاز إداري كابتن باهي فاروق، وإداري كابتن جهاد سمير، وإحصائي كابتن شروق بدراوي، وعلاج طبيعي دكتورة مونيا محمد، ورئيس الجهاز الفني الكابتن تامر مصطفى. يحكم لقاء اليوم الحكمان السكندرانيان مروان فتيحة وسلمى بلال، وعلى الطاولة أحمد عياد، محمد إبراهيم نيزو، و سارة جمال، وفاروق أحمد جابر. بدأ اللقاء أعزائي المشاهدين، والكرة مع النادي الأهلي، بتروح الكرة تقطع وتروح لإنجي صلاح من سموحة، إنجي تديها ريم أسامة تحت الباسكت لماري لويس، ماري تلعبها لملك سامي تطلعها بره المية حلوة، مية في نص الملعب إنجي صلاح، وتصويبة في سن الحلقة ترد تاني تاخدها ماري لويس وتلعبها المية حلوة اللي بتصوب بعيد عن الحلقة وتلم الكرة ملك سامي، تروح الكرة على طول للنادي الأهلي تحت الباسكت يارا، يا سلام يا يارا، على طول بتسجل نقطتين يارا أسامة، النتيجة 2-2 لصالح النادي الأهلي، وزي ما حضراتكم شايفين داخلة اهي وبتسجل نقطتين ولا أروع. قبل اللقاء انتهى لقاء المرتبط بفوز سموحة 61-56 كده الأهلي في محصلة المباريات 2-1 حتى الآن، وبفوزه في هذه المباراة يتأهل للنهائي ليلاقي سبورتينج اللي فاز المرتبط بتاعه منذ قليل ب 67-66 على الجزيرة. الكرة مع سموحة ناحية اليمين لريم أسامة، ومخالفة المشي بالكرة وتبقى الكرة اوت لصالح النادي الأهلي. رضوى محمد بتعدي نص الملعب، رضوى واقفة في دايرة المنتصف اهي بتحضر، بتلعب ناحية الشمال لميرال أشرف، رضوى تاني لرنيم الجداوي، تطلع منها الكرة وهجمة سريعة ودخول على الباسكت، ولكن خطأ شخصي على ميرال أشرف، خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين لصالح ريم أسامة من سموحة. هتصوب الرمية الحرة الأولى، تنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى، تاخد كده تحية زميلتها، هتصوب الرمية الحرة الثانية وبتنجح في التسجيل، ترفع النتيجة لاثنين سموحة أربعة الأهلي. الكرة مع النادي الأهلي، رضوى محمد تلعبها لرنيم الجداوي ناحية اليمين لنادين، وتصويبة في سن الحلقة تروح الكرة لسموحة وتقطع الكرة نادين، وفي صراع على الكرة كده ولكن تاخدها على طول إنجي صلاح، ودخول على الباسكت
وخطأ شخصي، خطأ الشخص التاني على ميرال هيستوجب رميتين حرتين. ماري لويس المحترفة في صفوف سموحة هتصوب الرمية الحرة الأولى. ما بتنجحش في التسجيل هتصوب الرمية الحرة الثانية. تنجح تسجيلها ترفع النتيجة 3-4. رضوى، رضوى ورنين بيتفقوا كده هيعملوا ايه؟ بتعدي رضوى وتلعب لرنيم، ورنيم داخله على الباسكت وداخله واوت سايد. رنيم بتقول للكابتن سلمى بلال في ضربه على الايد، ولكن الكابتن سلمى بتقول لها اوت سايد. اوت لصالح النادي الاهلي من اسفل سله سموحه. ونادين وتصويبه في سن الحلقه وتخبط في قدم ماري لويس، ولكن وهي خارجه بتخبط في رنيم الجداوي وتخرج خارج الملعب. اوت سايد لصالح سموحه. الكره مع انجي، انجي صلاح بتحاول تعدي، بتلعبها لريم اسامه، وريم بتصوب تصويبه في سن الحلقه من فوق وتلم الكرة تخبط في ايد ماري لويس وتخرج خارج الملعب اوت لصالح النادي الاهلي. رضوى بتطلع الكرة لميرال، لرضوى تاني، بتعدي رضوى لميرال، وميرال داخله على الباسكت تطلعها بره وتصويبه من رنيم في سن الحلقه من جوه، ترد على طول لملك سامي، تلعبها لانجي، انجي بتعدي انجي وتقف على كورتها، هتطلع الكرة بره، تروح الكرة لريم اسامة، وريم بتسقط الكرة ولكن بتحمي الكرة كده رنيم الجداوي بخبرة وتسيبها تخرج خارج الملعب اوت سايد. رضوى بتعدي رضوى، تلعبها المرال، مرال ليه نادين، بتقطع الكرة تعدي على طول انجي صلاح، تلعبها لريم اسامه، وريم بتصوب تصويبه متوسطه بتسجل نقطتين ترفع النتيجه 5-4 الاهلي. ميرال لرنيم، ورنيم بتحاول وداخله وتلحق كرتها تاني قبل ما تخرج بره، ومخالفه الثلاث ثواني. وقفت رنيم قفلوا عليها ما عرفتش تطلع الكوره، الحكم على طول الكابتن سلمى بلال احتسبت مخالفه الثلاث ثواني. الكوره مع سموحه، انجي تقفل عليها نادين، تلعبها لماري لويس، ماري لريم ناحيه اليمين لملك عبد القادر، في نص الملعب تاني لملك سامي اللي بتغير الملعب ناحيه الشمال لانجي صلاح، وتصويبه ما تنجحش في التسجيل تلمها على طول النادي الاهلي، ورضوى ودخول على الباسكت وخطا شخصي لصالح يارا اسامه هيستوجب رميتين حرتين. رضوى على طول لقت يارا داخله وداخله يارا، ولكن بيرتكب ضدها خطا شخصي هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب يارا الرمية الحرة الأولى، ما تنجحش في التسجيل. هتصوب الرمية الحرة الثانية، ما تنجحش في تسجيلها، هتلم الكرة نادين، ونادين بتحاول توسع نفسها تلعبها بره على طول لرضوى، ورضوى بتصوب تصويبة ثلاثية، ثلاثية رضوى محمد، الثلاثية الأولى للنادي الاهلي رضوى محمد، ترفع النتيجه على طول لسبعه الاهلي 5-سموحه. الكره مع سموحه، ريم اسامه قافل عليها رضوى، عايزه تعطل عشان تستهلك الثمان ثواني، ولكن بتعدي ريم وداخله ريم، داخله ريم وتتقطع منها كره مخالفه المشي بالكره، كابتن مروان فتيحة بيحتسب مخالفة المشي بالكرة.
الكرة لصالح النادي الأهلي. رضوى هتطلع الكرة، تلعبها الميرال لرضوى تاني، بتعدي نص الملعب. ميرال أشرف، سقط الكرة لرنيم، وهنشوف قرار خطأ شخصي لصالح رنيم، خطأ شخصي على ملك سامي، هيستوجب إدخال الكرة من الحد النهائي. رضوى هتطلع الكرة، رنيم فاضية، تلعبها فعلا لرنيم لميرال، وميرال داخلة تلعبها لرضوى، وتصويبة في سن الحلقة، تلم الكرة على طول ملك سامي من سموحة، تلعبها لإنجي، وتصويبة من ريم بعيد عن الحلقة، تلمها يارا، يارا الرضوى، وطويلة وميرال، وبتلعبها ميرال ولكن بعيدة عن رنيم يا ميرال، تخرج خارج الملعب أوتسايد. فكرتها حلوة، عايزة تسقط لرنيم ولكن الكرة جت طويلة خارج الملعب أوتسايد. ماري لويس، بتعدي ماري، داخلة ماري، وفي سن اللوحة تروح الكرة على طول للأهلي، نادين، نادين السلعاوي، نادين بتعدي، تسقط الكرة، يا سلام يا رضوى، يا سلام يا نادين لو جت، يا سلام يا رضوى لو جت. باصة حلوة من نادين لرضوى، ورضوى خلفية عكسية خطافية، ولكن بتعدي وما تنجحش في التسجيل. رضوى بتكلم كابتن سلمى، بتقول لها في احتكاك معايا وفي خطأ شخصي، واوت لصالح سموحة. هنا كان الاحتكام لسهم الحيازة وأصبح أوت لصالح سموحة. إنجي صلاح، بتعدي إنجي، تلعبها لملك سامي، ملك لريم، ريم لملك عبد القادر، تطلع بره تاني لريم أسامة، تطلعها لماري لويس اللي بتصوب في سن الحلقة من فوق، تاخدها ميرال، ميرال لرضوى، رضوى لرنيم، وتصويبة في سن الحلقة من رنيم، تطلع الكرة مع سموحة، تحضن على كرتها كده عشان الدفاعات بتاعت الأهلي، وتعدي إنجي صلاح نص الملعب، قافلة عليها نادين، تلعب الكرة لريم، وريم تلعبها لملك، وملك بتصوب ما تنجحش في التسجيل، وبتلم الكرة برجليها، ولكن على طول الكابتن مروان فتيحة بيحتسب عرقلة للكرة بالقدم. اوت سايد لصالح النادي الاهلي. والكرة مع رضوى، تلعبها الميرال، وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة لماري لويس، وهجمة سريعة وداخلة ماري، داخلة مالي، ما تنجحش في التسجيل، تلمها ميرال، ولكن في صفارة، هنشوف خطأ شخصي كابتن مروان فتيحة، بيحتسب خطأ شخصي على ماري لويس وخطأ شخصي على سموحة. في تغيير، خرجت ريم أسامة، هنشوف نزل مكانها مين من سموحة، وفي تغيير في النادي الأهلي بيستعيد، فاتوا ديانيه بتستعد تقريبا للنزول، والكره تتقطع تروح لماري لويس، تلعبها لانجي صلاح، انجي بتحاول تعدي، تقطع منها الكره ميرال، وداخله ميرال، داخله ميرال، ويا سلام يا ميرال، بكل عقل كده بتسجل نقطتين ترفع النتيجه 9 الاهلي 5 سموحه. سما عمر هي اللي نزلت، كره مع سما، وانجي صلاح بتاخد خطا شخصي من رضوى محمد، هنا الكره بتاعت ميرال ودخولها على الباسكت، داخله كده بالراحه وتطلع وتحط الكره في الباسكت بكل عقل، ما شغلتش نفسها في ديفنس جاي ولا لا، ولكن ركزت على الباسكت وسجلت النقطتين. نادين السلعاوي، وفي تغيير، بتنزل سوريا، وفي
فاتو ديانيه والكرة مع ماري لويس. ماري تلعب الكرة لسما عمر، بتصوب سما في سن الحلقة لما نادين، ونادين بتعدي تلعبها لمرال، مرال لنادين، نادين لفاتو، وفاتو بتصوب وتسجل أول نقطتين لفاتو في المباراة 11-5. وقت مستقطع بيطلبه كابتن أحمد جمعة المدير الفني لسموحة، دقيقة وتسع ثواني على نهاية أحداث الفترة الأولى، 11 الأهلي 5 سموحة. دقيقة و 18 ثانية يمكن باين اهو على اللوحة على البورد بتاع الباسكت، جهاز ال 24 ثانية عليه برضو الوقت. أنا معايا واحدة. دقيقة و 18 ثانية. تعليمات الكابتن أحمد جمعة. تعليمات الكابتن طارق خيري. بلعب نيو دريبل، لازم اجيب ده عليا الاربعايه او النص، النص بالظبط. فقط هنا فاتو جود بوزيشن، نادين فاتو هاي بو نو هاي فول، مفيش سكيب باس اوتسايد اكسترا باس في يا جدعان. امبارح ما جالسوش الموضوع انتهى الوقت المستقطع. اعزائي المشاهدين والمتابعين عشاق كرة السلة في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الاهلي، ونزلت اللاعبات ارض الملعب، شفنا تعليمات الكابتن طارق خيري للاعبات وتعليمات الكابتن احمد جمعة للاعبة سموحة. كرة مع سموحة، تطلع الكرة ملك عبد القادر، تروح الكرة لإنجي صلاح، إنجي لملك سامي، ملك تلعبها ناحية اليمين لسما عمر، لملك عبد القادر، وماري لويس بتعدي ماري وطويلة ولكن بتلحقها وبتنتهي زمن الهجمة. بينجح دفاع الأهلي إنه يوقف هجمة سموحة. أول مخالفة لزمن الهجمة على سموحة وأوت لصالح النادي الأهلي. نادينا تطلع الكورة لثريا، ثريا ماشية بالكورة بتعدي تلعبها لرنيم، ورنيم داخله على الباسكت بتسقطها بره، تلعبها بره المرال لفاتو، تعكس الملعب لنادين، ونادين داخله وفي زقه من ماري لويس على طول. الكابتن مروان فتيحه بيحتسب خطا الشخصي على ماري لويس. خمسه وثلاثين ثانيه والكرة مع رنيم، رنيم لمرال، لرنيم تاني وداخلة وبتصوب وبتسجل. يا سلام على الهات وخد والجملة الجميلة ما بين مرال أشرف ورنيم الجداوي. 13-5 بصوا حضراتكم، هات وخد على طول وبتسجل نقطتين قبل ما حد يفكر يعمل معاها ديفنس، كانت واخدة القرار وصوبت. 13-5 وتصويبة في سن الحلقة من إنجي صلاح، روح الكولر مرال واربع ثواني، وتصويبه من ثريا ولكن ما تنجحش في التسجيل، وبتنتهي احداث الفتره الاولى. اعزائي المشاهدين والمتابعين بتقدم النادي الاهلي 13-5. دقيقتين الصراحه ونرجع لحضراتكم مع احداث الفتره الثانيه. ورجعنا لحضراتكم تاني منتظرين بدايه احداث الفتره الثانيه اللي انتهت احداث الفتره الاولى بتقدم النادي الاهلي 13-5. احداث الفتره الثانيه فاضل عليها كده يمكن 30 ثانيه ونبدا مع حضراتكم. افكر حضراتكم بتشكيل الاهلي: مرال اشرف، نادين السلعاوي، ثريا محمد، دينا عمرو،
رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، تمارا نادر، حبيبة محمد، بيكو، يارا أسامة، فاتو ديانيه، جيدة خالد. أما سموحة، سماء، سما عمر، مي حلوة، رضوى عبد الرحمن، آية صدقي، ماري لويس، ريم أسامة، إنجي صلاح، رنا محمد، ملك عبد القادر، حبيبة لطفي، ملك سامي، أيتن محجوب. هنبدأ مع حضراتكم أحداث الفترة الثانية. بعض الإعداد. وميرالا تطلع الكرة. كرية. تلعبها ناحية اليمين. تروح على طول لفاتو لسوريا تاني. نص الملعب لفريدة وائل اللي بتلعبها لفاتو، فريدة وائل تاني وتصويبة في سن الحلقة من فوق وتخبط الكورة في ايد فاتو، بتقول خبطت في ايد لاعيبة من سموحة، ولكن كابتن مروان اهو رايح يتكلم مع الكابتن سلمى بلال وهنشوف القرار ايه. وأكد كلامها كابتن طارق، بيقول لها ايه جايه في ايد الدفاع بتاع سموحه، ولكن في النهايه قرار الحكام وملناش عليه كلام. الكوره مع سما عمر، سما لماري لويس، ماري بتوسع لنفسها، وطبقا للتعديل الجديد اللي بيتلعب من اول الموسم غيرت ارتكازها، ولكن في حاله التصويب وسعت لنفسها وما نجحتش انها تسجل نقطتين، ولكن نجحت انها تاخد خطا شخصي في المحاوله الثانيه هيستوجب رميتين حرتين. ما بتنجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. هتصوب الرميه الحره الثانيه ماري لويس. تنجح تسجيلها ترفع نتيجة 6-13. سرية لفريدة، لا دي تمارة عفوا لفاتو تحت الباسكت بتسجل نقطتين. تمارة نادر السيد موجودة في الملعب. تمارة والكرة مع سموحة، سما عمر، سما مستنية حد يظهر لها، بتحاول توسع لنفسها وتسقط الكرة، ولكن تروح لملك سامي، واعتقد برضه ال 24 قربت تنتهي، ولكن بتقطع الكرة على طول. فريدة وائل موجودة، فريدة برضه في الملعب، لسرية، لفريدة، لتمارة نادر، لسرية، وتصويبة في سن الحلقة لسه سرية عايزينها كده تركز اكتر، ومخالفة المشي بالكرة واوت سايد لصالح النادي الاهلي. فريدة هتطلع الكرة تلعبها لسرية، لميرال تحت الباسكت لفاتو، وفاتو تطلع الكرة لفريدة، فريدة بتعدي تطلع الكرة بره لسرية، وسرية بتوسع لنفسها وتصويبة بعيدة. بتقول للكابتن سلمى انا شديت من دراعي، ولكن كابتن طارق اهو يعني باين القرارات، وبيتكلم الكابتن مروان فتيحه. نشوفها تاني كده في الاعاده. الكوره مع سما عمر، قافله عليها سرية، بتعدي انجي وتصويبه بعيد عن الحلقه تلمها فريده، تلعبها طويله لسرية، وداخله سرية وبتمشي الكره على الحلقه ومفيش اي حاجه. وهنا طبعا هي طبعا تحليل نفسي للي بيحصل اما يبقى لاعب داخل على الباسكت ويحصل احتكاك معاه، ويعني زاويه الحكم تقول ما فيهاش حاجه، هنا اللاعب بيدخل طبعا باندفاع فبيتسبب على طول بارتكاب خطا شخصي. يعني هنا برضو محتاجين ايه ان احنا الكوره مع سموحه، ودايما بنطبق القاعده ان لا كلام على قرارات الحكام. الكوره مع رضوى، الكوره مع ميرال،
تروح لسرية وتصويبه، يعني قربت يا سرية، قربت يا سرية، دخلت الحلقة وخرجت تاني. وتروح الكرة لماري لويس، طلع الكرة بره لرضوى، ليه سما عمر قافلة عليها فريدة، وسما داخلة بتسقط الكرة تقطعها فاتو لسرية، سرية تلعب الكرة المرال لسرية تاني، ليه تمارا لسرية، تعكس الملعب لمرال لتمارا تحت الباسكت، تطلع الكرة بره الفريدة اللي بتصوب في سن الحلقة، تروح الكرة لماري لويس، وماري بتصوب تصويبة متوسطة تخبط في سن الحلقة من جوه وترد وتاخدها تاني وتسجل نقطتين. 8 سموحة، 15 الأهلي، وتمارا تلعب الكرة الفريدة لميرال وتصويبة ثلاثية، ثلاثية ميرال أشرف، ترفع النتيجة ل 18-8. ثلاثية ولا أروع، 18 الأهلي، 8 سموحة، والكرة مع إنجي، داخل إنجي طلع الكرة بره، تروح الكرة لماري لويس، وماري داخلة وبتحاول في سن الحلقة تقطع الكرة، تاخدها سرية، سرية تلعبها لميرال، وداخلة ميرال لتمارا في سن الحلقة، تروح الكرة لسموحة، ماري لويس، وماري بتقف على الثلاثية وبتصوب في سن الحلقة، تلمها فاتو، فاتو لسرية، وسرية باصة طويلة لميرال، ميرال لفاتو اللي بتصوب من على خط الرمية الحرة في سن الحلقة، وتروح الكرة لسموحة، بتعدي نص الملعب رضوى لإنجي صلاح، إنجي بتعدي من ناحية اليمين لسما عمر، وسما بتحاول والكرة بتصطدم في قدم في أقدام لاعبات سموحة وبتحتسب عرقلة للكرة، وفي تغيير بيكو نازلة وبتخرج ثريا، بيكو بتطلع الكرة لنادين، ونادين نزلت وشايف كده رنيم الجداوي بتستعد للنزول، والكرة مع تمارا، تمارا لفريدة لفاتو، وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة لسموحة، انجي بتعدي نص الملعب، انجي تلعبها الرضوى، رضوى داخلة وبتخترق وبتصوب وبتسجل، لقت الزون مفتوح على طول، قامت داخلة واستغلت الفرصة وسجلت نقطتين ترفع نتيجة، بس حضراتكم استغلت الزون على طول مفتوح، اخترقت على طول ودخلت سجلت ترفع نتيجة ل10 سموحة 18 الأهلي. بيكو بتطلع الكرة لتمارا البيكو تاني، والكرة مع نادين بتباص لتمارا ولكن خارج الملعب اوتسايد، انا شايف رنيم الجداوي داخل الملعب، وخرجت ميرال، الكرة مع انجي، انجي بتحاول تعدي بتقف على كورتها تلعبها الريم بتضع الكرة، كانت آية عفوا لنادين، وتصويبة ثلاثية، ثلاثية نادين السلعاوي، يا سلام يا نادين، الثلاثية الثالثة للأهلي، ميرال أشرف ثلاثية، نادين السلعاوي ثلاثية، رضوى محمد ثلاثية، 21 الأهلي، 10 سموح، ريم أسامة تلعبها الرضوى، رضوى بتسقط الكرة أرضية لملك اللي بتحاول ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة على طول لرنيم، ورنيم بتعدي تلعب الكرة لبيكو، بيكو ناحية الشمال لنادين اللي بتصوب في سن الحلقة، تروح الكرة لسموحة ليه
ريم أسامة تلعبها لملك عبد القادر بتحاول تصوب ولكن بتتقطع الكرة، وتمارا وهي بتقطع الكرة كانت خارج الملعب اوت سايد على النادي الأهلي. الكرة مع ريم وخطأ الشخصي على بيكو واحتسب الكابتن مروان النقطتين وخطأ الشخصي اهو بصوا كده كده اهو في اعتراض شوية من بيكو احتسب النقطتين ورمية حرة إضافية. أما الحكم بيكون صح ما نقدرش نقول حاجة، بنقول له القرار سليم وملناش إن احنا نقول برضو إن القرار سليم ولا لأ. وداخلة رنيم وخطأ الشخص لصالح رنيم هيستوجب رميتين حرتين. بس حضراتكم داخلة رنيم، داخلة رنيم والعرقلة والإعاقة باليد على طول بيحتسب الكابتن مروان فتحها، خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرمية الحرة الأولى ما تنجحش في التسجيل. هتصوب الرمية الحرة الثانية. ما تنجحش في تسجيلها. وصراع على الكرة ولكن بتحجز على كرتها رضوى عبد الرحمن وتخرج اوت سايد لصالح سموح. حبيبة لطفي. بتعدي حبيبة. بيتغير اتجاه الملعب. تلعبها في نص الملعب. ليه؟ ريم. وتقف على كرتها وتصوب، تخبط في الحلقة. ترجع لها الكرة تاني. تطلعها بره لرضوى اللي بتصوب في سن الحلقة، تروح لتمارا. تمارا لنادين وهجمة سريعة وداخلة نادين، داخلة نادين، داخلة نادين. وبتصوب نادين وبتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 23-12. الكرة مع سموحة. آية صدقي. تلعبها لرضوى. لملك لآية وداخلة آية وتصويبة ما تنجحش التسجيل، تلمها نادين. نادين لبيكو. بتعدي بيكو تلعبها طويلة لتمارة وتصويبة في سن الحلقة من فوق. وتقطع الكرة حبيبة لطفي. تلعبها لريم أسامة. ريم بتحاول كده توسع لنفسها سكه تعدي منها ولكن بتقف وتصوب وبتنجح في التسجيل بنقطتين لانها كانت بعد قوس الثلاثيه. بيكو تلعبها لتمارا تطلعها بره لفريده البيكو تاني وتصويبه الثلاثيه. بيكو يا سلام يا بيكو، ثلاثيه بيكو ودقيقة على نهاية الفترة الثانية وقت مستقطع بيطلبه الكابتن أحمد جمعة المدير الفني لسموحة. 26 الأهلي 14 سموحة ودقيقة و8 ثواني زي ما احنا شايفين كده في الصندوق اللي فوق الباسكت، دقيقة و8 ثواني ووقت مستقطع. بس الكوره وهي بتتشاط وانا ماسك واحد هنا في الهيلت سايد ما جريش ورا الكوره. ما دي انا بقالي شهور في القصه دي، ما تحجز الراجل من هنا. الكوره هتنزل قدامك بتجروا الكوره بترد ورايا. الموضوع مش صعب. اثنين الكوره هنا. كل دول شغالين جود جوب. في بني ادم هنا، انا واقف هنا. ما ينفعش اقف هنا، ايزي بارت. ما بتكلمش غير في دول. محمد واحد. 15 او نيو. البوينت جارد كده او اللي معاه الكوره سبيد دريبل كده جامد الكوره في الارض اجيب ده عليا. عشان لما بصيها هنا او بصيها هنا يبقى الناس كمان تضم معايا. ما ينفعش يبقى انا ماني هنا او في الزون هنا وبصيها. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان امام شاشات قناه النادي الاهلي. زي ما شفنا كده الكابتن طارق خيري اول كلام اتكلموا على الدفاع وبعد كده اتكلم على الهجوم. طبعا الدفاع
مهم جدا، لان خير وسيله للهجوم الدفاع القوي. الكره مع سموحه، باصه طويله لملك عبد القادر، تروح لآية، وآية بتحاول في سن الحلقه تلمها نادين، ونادين بتعدي نادين، تلعبها ناحيه الشمال لتماره، وتصويبه في سن الحلقه من تماره تطلع كده وكانت هتنزل، ولكن بيحتسب الكابتن مروان فتيحه اوت سايد، بيقول انها خبطت فوق في البوكس او في الصندوق بتاع جهاز ال 24 ثانيه، وده ضمن الاجهزه والحاجات اللي هي خارج الملعب، لو الكره لمستها تبقى اوت سايد. الكره مع سموحه ودخول على الباسكت ومحاوله ما تنجحش في التسجيل، تخطف الكره حبيبه لطفي، تلعبها لايه صدقي، ايه بتدور على حد تديله، تلعبها لحبيبه تاني، وحبيبه يعني داخله في مكان صعب قوي، قدرت لاعبات الاهلي انها تخطف منها الكوره، وداخله نادين، داخله نادين ومحاوله، وبتنجح نادين انها تسجل نقطتين وتاخد خطا شخصي برميه حره اضافيه في اخر تقريبا كده نقول ايه ثانيتين من الشوط الاول والفتره الثانيه. تغيير في صفوف سموحه، نزلت ملك سامي، على الجهاز فاضل تقريبا 16 ثانية، الكرة مع حبيبة لطفي، وخطأ شخصي على فريدة وائل. كابتن مروان فتيحة بيقول في دافع أو في زق، خطأ شخصي هيستوجب إدخال الكرة من الحد النهائي. 8 ثواني على نهاية الفترة الثانية والشوط الأول، وريم أسامة وباصة ومحاولة من ملك ثاني، وفاضل ثانيتين ثانية وبتنتهي أحداث الفترة الثانية والشوط الأول. أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، بتقدم النادي الأهلي 28-14. عودة أصدقائي الأعزاء إلى الاستوديو التحليلي والإعلامي المتميز، نجم مصر والنادي الأهلي كابتن هيثم السعيد ونجومه الكرام كابتن محمد سليمان السلعاوي وكابتن محمد موسى. شكرا لحضراتكم، كان معكم دكتور وائل أبو العزم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أصدقائي الأعزاء عشاق كرة السلة في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الأهلي، عودة إلى أحداث الشوط الثاني بين الأهلي وسموحة في اطار الدور قبل النهائي لنهائي الدوري المرتبط. وزي ما احنا منذ قليل شفنا الاستوديو المتميز الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن محمد سليمان السلاوي والكابتن محمد موسى، وشرح وافي لاحداث الفتره الاولى والثانيه، ننتظر باذن الله الاجاده والتفوق مع احداث الشوط الثاني. بيمثل النادي الاهلي مرال اشرف، نادين السلعاوي، ثريا محمد، دينا عمرو، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم الجداوي، تماره نادر السيد، حبيبه محمد بيكو، يرى اسامه، فاتو ديانيه، جيده خالد. اما سموحه بيمثله سما عمر، مي حلوه، رضوى عبد الرحمن، ايه صدقي، ماري لويس، ريم اسامه، انجي صلاح، رنا محمد، ملك عبد القادر، حبيبه لطفي، ملك سامي، وايتن محجوب. المباراتين السابقتين اللي اتلعبوا قبل كده واللي اتذاعوا عبر قناة النادي الاهلي، ويمكن علق عليهم الزميل المعلق المتميز الكابتن احمد مناع، انتهت المرتبط فيها بفوز الاهلي 76-74 والسيدات 80-54. اما اليوم كان النادي الاهلي في المرتبط الفوز لسموحة 61-56 كده النتيجة 2-1، وفوز السيدات يؤهلهم اليوم للنهائي امام سبورتنج، اللي انتهت مباراه المرتبط بين سبورتنج والجزيره بفوز سبورتنج 67-66، اما مباراه السيدات هتتلعب عقب مباراه الاهلي وسموحه. لحظات وهنبدا مع حضراتكم اللقاء اللي بيحكمه الكابتن مروان فتيحه ومعاه الكابتن سلمى بلال، اللي بنستبشر بالكابتن سلمى بلال خير من الوجوه لسه صاعده في مجال التحكيم. يمكن الكابتن مروان مش هنتكلم عليه، حكم دولي قديم، ولكن الكابتن سلمى بلال من الحكمات حتى الان، يعني ما فيش اي كلام على قراراتها بنسبه نقول 99% سليمه في الفتره الاولى والثانيه.
كل التوفيق لحكامنا وكل التوفيق للاعباتنا، ونتمنى لحضراتكم الاستمتاع بالشوط الثاني. لحظات وهنبدا اللقاء. لاعبات سموحه نزلنا ارض الملعب، هنشوف كده مين اللي هينزل. بيكو بتتابع ومنتظره التعليمات، ومرال اشرف، وهنشوف كده الكابتن طارق خيري المدير الفني للنادي الاهلي هيختار مين اللي هيمثل الاهلي مع بدايه احداث الفتره الثالثه. بيقروا الفاتحه لاعبات الاهلي. وهتنزل مرال اشرف، واعتقد معاه بيكو وفاتو ديانيه وثريا. ورنين. لا، فريدة وائل. كده الخمسة لاعبات الاهلي. بدأنا احداث الفترة الثالثة، واوت سايد لصالح الاهلي. بتحاول تمسك الكرة ريم اسامة، ولكن تخرج خارج الملعب. اوت ثريا لمرال لفريدة لفاتو. فاتو تطلع الكرة لثريا. ثريا لدينا عمرو، اول ظهور لدينا كابتن فريق النادي الاهلي. وخطأ شخصي هيستوجب، شوف كده الكابتن مروان قراره ايه. فاتو اهي طالعه، وخطأ شخصي هل قبل التصويب ولا بعد، هيبان من قرار الكابتن مروان فتيح. فعل رميتين حرتين، هتصوب الرميه الحره الاولى، ما تنجحش في التسجيل. فاتو هتصوب الرميه الحره الثانيه، ما تنجحش في التسجيل. وثريا بتحاول تلم الكره، فعلا بتلحقها قبل الاوت. يا سلام يا ثريا، تعمل خداع كده وتصويبه في سن الحلقه. تروح الكره لسموحه، ماري لويس. ماري مع الكره، تلعبها ناحيه اليمين لريم اسامه لملك سامي. انجي صلاح بتقفل عليها ثريا. سقط الكره لماري اللي بتصوب في سن الحلقه، تلم كورتها تاني، تطلع الكره بره وتصويبه من ملك، ما تنجحش في التسجيل. تاخد الكره على طول تلحقها مرال اشرف. مرال تلعبها ناحيه اليمين لفريده، لمرال تاني لدينا لثريا، وتصويبه في سن الحلقه. لسه يا ثريا، ما شفناش ثلاثياتك يا ثريا لسه. والكوره مع ماري لويس، ريم اسامه، وداخله ريم وبتصوب وبتسجل نقطتين، وتاخد خطا الشخصي هيستوجب رميه حره اضافيه. شوفوا عدت في الاعاده ريم وهي داخله، طلعت عليها فاتو ديانيه، عملت لها عرقله وهي داخله او حجز وهي داخله. على طول الكابتن مروان فتيح اكتسب خطا الشخصي برميه حره اضافيه. سجلت الرميه الحره الاضافيه، والكره مع ثريا. ثريا لمرال لفريده، وفريده لفاتو، ولكن بعيده على فاتو خارج الملعب اوت سايد. 28-17. والكره مع ماري، تلعبها لانجي. انجي بتعدي نص الملعب لماري، وهات وخد. وماري بتصوب وما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة على طول للاهلي. ثريا، وثريا تلعبها لفريدة، وتصويبة ثلاثية، ثلاثية التانية لمرال، ترفع نتيجة 31-17. بصوا في الإعادة حضراتكم، بصوا التصويب، بصوا التصويبة والثلاثية. 31-17 لصالح النادي الأهلي. ريم أسامة بتعدي ريم، طلع الكرة بره لإنجي صلاح اللي بتصوب. إنجي صلاح قصيرة في سن الحلقة، تلم الكرة بفاتو، تلعبها لدينا، وداخلة دينا على الباسكت في سن الحلقة. تروح الكرة لماري لويس. ماري بتحاول تعدي، تقف على كرتها، تلعبها لملك سامي لريم. ريم تلعبها لإنجي صلاح. إنجي لريم،
تعكس الملعب الناحية التانية، ما تعرفش تمسك الكرة مالي ليوس، تخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. ثريا تلعبها ناحية الشمال لدينا، هات وخد مع فريدة لثريا تاني لمرال لفاتو، فاتو بتصوب تصويبة متوسطة ما بتنجحش في التسجيل، تلم الكرة على طول ماري لويس. انجي بتقفل عليها فريدة، تلعبها لملك سامي، ملك لريم أسامة، لمية حلوة، مية بتحاول تعدي تقطع الكرة، لفاتو لثريا وتصويبة كادت أن تفعلها، يعني مسكت راسها كده بتقول كانت الكرة، الكرة دخلت وخرجت، وبتصوب بترد عليها برضو مية حلوة، الكرة بتدخل وتخرج. الكرة اللي فاتت دي كانت فريدة وائل، وخطأ الشخص لصالح النادي الأهلي. ثريا تلعبها المرال، المرال بتصوب في سن الحلقة من جوه، تلمها فريدة لثريا تاني لمرال لثريا لفريدة، وداخلة فريدة تلعبها الفاتو تحت الباسكت، وفاتو بتصوب ومخالفة المشي بالكرة. كابتن مروان بيحتسب مخالفة المشي بالكرة. في تغيير، تنزل رنا محمد من سموحة، هنشوف برضو هل في تغيير في الأهلي ولا لأ. بتخرج ملك سامي، ماري لويس تلعبها لإنجي، إنجي بتعدي، إنجي لمية حلوة تلعبها ناحية الشمال لماري، وداخلة ماري من ثلاثة، وفي خطأ شخصي قبل التصويب خالص على ميرال أشرف، هيستوجب إدخال الكرة من الحد الجانبي. إنجي صلاح بتطلع الكرة، تلعبها لريم أسامة، وتصويبة قصيرة، وبتباصي الكرة المي خارج الملعب أوت سايد. رضوى تلعبها لثريا، وثريا بتقف كده على الزون وبتصوب ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة لمية حلوة، مية تلعبها لإنجي، وإنجي ماري لويس اللي بتصوب تلمها ثريا، تلعبها باصة طويلة لفريدة الناحية التانية لدينا، وفاتوا واوت سايد لصالح النادي الاهلي. لا هي اللي خرجت فريده، واللي موجوده ميرال. طبعا دي 14 دي 4. ميرال لرضوى لثريا، وتصويبه ثلاثيه ثلاثيه، ثريا تنضم لنادي الثلاثيات النهارده. ثريا ميرال اشرف ثلاثيتين، نادين السلعاوي ثلاثيه، ثريا ثلاثيه، رضوى محمد ثلاثيه، حبيبه بيكو ثلاثيه. 34 17 وتصويبه بتنجح تسجيلها ماري لويس، ترفع النتيجه ل 19 34. الكره مع النادي الاهلي، تتقطع الكره تروح لماري لويس، وماري تقف على كورتها تتلعب على طول لرانا اللي بتصوب وتحاول ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة على طول النادي الاهلي. ثريا تلعبها لرضوى لدينا، وتصويبه من مرال ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة لرانا، رانا تلعبها لانجي صلاح، انجي بتعدي تلعبها ناحيه اليمين لمي، وتصويبه بتسجلها بنقطتين ريم اسامه.
21-34. واوت سايد لصالح سموحه. بيقول الكابتن مروان انها لمست ايد فاتو وهي خارجه، بيتكلم رضوى بيقول لها لمست ايد فاتو وهي خارجه. بتطلع الكوره رنا محمد، تاخدها ماري لانجي، بتعدي انجي، ماري بتعمل لها ستار ولكن بيحصل سويتش على طول لمرال، بتروح معاها لمية حلوة، وتصويبة فوق الحلقة من ريم أسامة تروح للنادي الأهلي. رضوى وباصة طويلة على طول لدينا، ترجع لرضوى لسوريا، وتصويبة ثلاثية. يا سلام يا سوريا، المكان ده مميز يا سوريا، صوبي منه على طول يا سوريا. ثلاثية سوريا، الثلاثية الثانية، ثلاثية لسوريا 37-21. مي تلعبها لريم، وخطأ شخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. رجع الكابتن مروان خد الكرة، يلعبها من الحد الجانبي. انجا طلع الكرة، تلعبها لريم أسامة، ريم لمي، بتسقط الكرة لماري، تعملها الكرة، تاخدها على طول دينا، تلعبها المرال لسوريا، سوريا المرال لفاتو بره الرضوة، رضوة لدينا لسوريا، وتصويبة قصيرة. قلنا نصوب من هنا يا سوريا، من الناحية دي بتجيب على طول ثلاثيات. وفاتو وبتحاول فاتو، واوت سايد، اوت سايد لصالح النادي الاهلي. ناحيه اليمين لسوريا مميزه، صوبت تصويبتين جابت ثلاثيتين، من الناحيه الثانيه مش عايزه تمشي معاها. وتصويبه من رضوى ما تنجحش في التسجيل، تاخد الكره على طول ماري لويس، بتعدي ماري، بتقفل عليها رضوى، وخطأ شخصي على رضوى. رضوى بتطالب بخطأ على المهاجم، ولكن الكابتن مروان بيقول خطأ شخصي على رضوى. دقيقة و32 ثانية، شوفوا حضراتكم الساعة في الملعب زي الساعة كده بتاعتنا بتاعة الكنترول. بنحيي طاقم الإخراج بقناة الأهلي، إخراج مميز. والكرة مع ماري، وماري بتحاول وتلعب ليه مي، وتصويبه تلمها فاتو، تلعبها الرضوى، رضوى بتعدي وجنبيها سوريا، وسوريا تلعب تاني لرضوى الناحيه الثانيه، وتصويبه من دينا ما تنجحش التسجيل، تلمها فاتو، وتصويبه من فاتو متوسطه بتسجل نقطتين، ترفع النتيجه 39 الاهلي 21 سموحه. الكرة مع رنا، تلعبها لانجي، ريم أسامة، ريم بتعدي، تتقطع منها الكرة، وتتقطع كده، الباصة كانت لسوريا ولكن تتقطع، وتلعبها رنا وتسجل نقطتين. 23 سموحة، 39 الأهلي، والكرة مع النادي الأهلي. سوريا ودخول على الباسكت من رضوى، ما تنجحش في التسجيل، تتقطع الكره، ولكن خطا شخصي على رضوى. في دفع كابتن مروان فتحي بيقول في دفع من الخلف بعد التصويبه هتستوجب رميتين حرتين، لان النادي الاهلي ارتكب اكتر من اربع اخطاء شخصيه. مجرد ما الكره ثابت ايد رضوى على الباسكت بتعتبر على طول في حاله دفاع، بتبقى الكره مش في ايد حد، يعني لو هنا ارتكب خطا او هنا ارتكب خطا بنشوف عدد الاخطاء الشخصيه والخطا لصالحه بيصوب رميتي. ما بتنجحش في تسجيل الاولى، وبتصوب الثانيه، بتسجلها ماري لويس. الكره مع رضوى،
تلعب المرال لرضوى تاني لثريا لرضوى والناحية التانية لدينا وتصويبة ما تنجحش في التسجيل وخطأ شخصي خطأ شخصي على فاتو فاتو بتقول له أنا بيقول في دفع أثناء الريباوند على الكرة وطالما الكرة برضو في الهواء تبقى الكرة مش في حيازة حد يعني مش على المهاجم وفي الحالة دي هيتم تصويب رميتين تاني لو الكرة في الهواء وأي من الفريقين ارتكب خطأ شخصي وعنده أربع أخطاء شخصية اللي لصالحه الكرة هيصوب رميتين بتنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى وبتصوب مي الرمية الحرة الثانية بتنجح تسجيلها 25 سموحة 39 26 39 بتنتهي أحداث الفترة الثالثة أعزائي المشاهدين والمتابعين بتقدم النادي الأهلي 39-26 فاصل ونرجع لحضراتكم كده راح دقيقتين ونرجع لحضراتكم تاني بعد الدقيقتين ورجعنا لحضراتكم تاني وأحداث الفترة الرابعة من مباراة الأهلي وسموحة فترة الحسم الفترة النهائية اللي بعديها إن شاء الله يؤهل على طول الأهلي إلى النهائي ليقابل سبورتينج في النهائي يوم الأحد القادم 14 نوفمبر ويوم الأربعاء القادم 22 نوفمبر الفترة الأولى انتهت بتقدم الأهلي 13-5 الفترة الثانية انتهت بتقدم الأهلي 28-14 الفترة الثالثة اللي انتهت حالا انتهت بتقدم الأهلي 39-26 لحظات وهنبدأ مع حضراتكم الفترة الرابعة والكرة في حيازة النادي الأهلي شايف نادين السلعاوي هي اللي هتطلع الكرة تلعبها لسوريا سوريا الناحية الثانية تعكس الملعب لدينا ودينا لطمارة ومخالفة المشي بالكرة على طمارة هتطلع الكرة انجي صلاح من سموحة هات وخد مع ريم أسامة انجي صلاح بتقفل عليها نادين نادين تلعبها لمي تروح الكرة الناحية التانية لأيتن وتصويبة في سن الحلقة وتحاول تقطع الكرة بفاتو بالفعل طالما ثابتة على الأرض مفيش قرار وتتقطع الكرة ولكن في صفارة بخطأ الشخصي لصالح نادين السلعوي ثريا تلعب الكرة لدينا لنادين نادين بتلعبها مرتدة لطمارة تتقطع الكرة وخطأ سلوك غير رياضي على طمارة خطأ سلوك غير رياضي على طمارة تعتذر لها طمارة ورميتين وحيازة بزمن هجمة 14 ثانية لصالح إنجي صلاح هتصوب الرمية الحرة الأولى تنجح تسجيلها ترفع النتيجة ل 27-39 وبتصوب الثانية ما تنجحش في التسجيل هيطلع فريق سموحة الكرة بزمن هجمة 14 ثانية ايتن هتطلع الكرة تلعبها لملك لإنجي وانجي داخله مقفول عليها تلعبها بره لمي ومي بتصوب ما تنجحش في التسجيل تلم الكره نادين وصراع مع نادين كده بيحسم على طول من خلال الكابتن مروان فتيحه بخطا شخصي كان الكابتن مروان والكابتن سلمى اللي احتسبوا القرار خطا شخصي نادين هتطلع الكره لسوريا سوريا بتعدي نص الملعب من ناحيه اليمين تلعبها لطمارة طمارة لدينا لطمارة تاني وقصيرة من طمارة تتقطع الكورة تروح لإنجي وإنجي بتقف على كورتها كده تدور على حد تديله وتلعبها لمي مي تلعب الكورة لأيتن لريم أسامة ريم بتفكر هتعمل ايه
وبتصوب ريم ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة على طول نادين، ونادين بتعدي نص الملعب بسرعة، تلعب لسرية، لسرية لنادين، وتصويبة ثلاثية، ثلاثية نادين السلعاوي، الثلاثية الثانية لنادين. يا سلام يا نادين، ثلاثية ولا أروع، 42-27، والكرة مع إنجي صلاح. ثلاثيات من الألعاب الجميلة اللي بتسعد الجماهير زي الدنكات بالظبط، بس إحنا ما شفناش طبعًا في السيدات أي دنكات. صعب إن إحنا نشوف دنكات في السيدات، ولكن زي ما بنشوف الرجال الدنكات الثلاثيات برضو بتسعد الجماهير. نادين فاتو، وطالعة فاتو بتصوب ما تنجحش في التسجيل، تتلم الكرة منها وتروح على طول لريم أسامة. ريم مقفول عليها، ترجع بتحاول تفتح كده المسافات وبتصوب، وخطأ شخصي، كابتن مروان بيحتسب خطأ شخصي على ثريا، هيستوجب رميتين حرتين. ثريا بتبص للكابتن مروان كده ولسان حالها بتقول انا عملت ايه، هي مش قادرة، راحت تسأله برضه انا عملت ايه. لو الكرة اتعادت يا ثريا هنشوف انت عملت ايه. بتصوب الرمية الحرة الاولى، بتنجح في تسجيلها، هتصوب الثانية ريم أسامة. بتنجح في تسجيلها، 31-42. ثريا بتخرج وبتنزل رضوى محمد، وفريدة وائل بتنزل وبتخرج دينا عمرو. رضوى تلعبها لفريدة، لنادين، ونادين بتصوب، بتخبط في سن الحلقه، بتاخدها تاني نادين، تلعبها لتماره، وتماره داخله بتعدي الناحيه التانيه لرضوى، وتصويبه بعيد عن الحلقه كده في الزاويه، تروح الكوره لسموحه. مي تلعب الكوره لرضوى لريم اسامه، وداخله ريم وبتصوب ما تنجحش في التسجيل، تلم الكره على طول تماره وطويله لقدام ومحاوله على الباسكت ما تنجحش في تسجيلها، تروح الكره لسموحه وتصويبه من ريم اسامه خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. نادينا تطلع الكرة لرضوى، رضوى بتطلب من لاعباتها كده تنفيذ الخطة اللي مش هقول لهم عليها، يبتدوا يبدلوا أماكنهم أهو. فريدة لتمارة، لرضوى، لفريدة، تحت الباسكت لفاتو، وفاتو بتشد إيديها كده على طول، الكابتن مروان بيحتسب خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. يا ابني ما أنا جبت لك التغيير يا ابني. لا عفوا، دي يارا اسامه فاتو طلعت. نادين لرضوى وتصويبه في سن الحلقه من فوق، تلمها نادين، ونادين داخله وداخله وبتصوب وبتسجل، وتاخد خطا الشخصي يستوجب رميه حره اضافيه. تصوب الرمية الحرة الإضافية ما تنجحش في التسجيل، تلمها يارا، وداخلة يارا وتحاول، ومخالفة المشي للكورة. خمس دقايق 55 ثانية على نهاية المباراة، 44 الأهلي 31 سموحة، والنهائي إن شاء الله زي ما قلنا يوم الحد الجاي ويوم الأربع. والكورة مع ريم أسامة، بتعدي ريم وبتتشد من تماره، وخطا الشخصي على تماره.
رضوى. خطأ الشخصي كابتن مروان بيحتسبه. وحصل تغيير، نزلت جيدة وخرجت تمارا. هتصوب الرمية الحرة الثانية. رضوى تلعبها الجيدة، وجيدة لرضوى، ورضوى تحت الباسكت لإيارة اللي بتسجل نقطتين وتاخد خطأ الشخصي يستوجب رمية إضافية. بتلم الكرة نادين، ولكن بتتقطع منها الكرة وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. وتحت الباسكت ونقطتين ليارا اسامه. 48-31 والكرة مع ريم أسامة. ريم تلعبها لماري اللي بتصوب، ما تنجحش في التسجيل، تلمها نادين وهجمة سريعة. وهنا بقى في كلام، هنا في كلام، لأن كانت باصة واعدة، هنا في كلام. هنشوف القرار إيه، كابتن مروان هيحتسب هل سلوك الرياضي ولا خطأ شخصي عادي. هنا خطأ شخصي عادي هيستوجب رميتين حرتين لأن سموحة ارتكبت أربع أخطاء شخصية. بتنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى، هتصوب الرمية الحرة الثانية. بتنجح في التسجيل 50-31 والكرة مع سموحة. تلعبها المي، مي لرضوى. رضوى بتدور على حد تديله، تلعبها لسما، سما لويس، وبتصوب بتسجل ماري لويس. 33-50 والكره مع رضوى. بتقفل عليها ريم اسامه، تلعبها الناحيه الثانيه لنادين، ونادين تحت الباسكت على طول ليارا، ومحاوله والثانيه، وبتنجح في ثاني محاوله انها تسجل نقطتين. 52-33 ريم أسامة. وريم داخلة وبتصوب، وخطأ الشخصي الكابتن مروان بيحتسبه على نادين السلعوي. هتصوب ريم أسامة الرمية الحرة الأولى، بتنجح تسجيلها 34-52. هتصوب الرمية الحرة الثانية، ما بتنجحش التسجيل، تلمها نادين. نادين بتعدي نص الملعب لجايدة لرضوى تحت الباسكت ليارا، ومحاولة وتاخد خطأ الشخص هيستوجب رميتين حرتين. ثلاث دقايق 40 ثانية على نهاية المباراة. 52 الأهلي، 34 سموحة. اللقاء الأول انتهى 80-54. واضح كده إن الكابتن طارق مدخر جهده للمباراة النهائية. الكرة مع سموحة،
ريم أسامة تلعبها المي، مي الناحية التانية لسما عمر، سما بتحاول تعدي وبيحتسب الكابتن مروان فتيحة خطأ شخصي على فريدة وائل. رميتين حرتين، الاهلي ارتكب اكتر من اربع اخطاء شخصيه. اتصوب الرميه الحره الاولى بتنجح تسجيلها 35-54. اتصوب الرميه الحره الثانيه بتنجح تسجيلها 36-54. رضوى بتعدي، رضوى تلعبها ناحيه الشمال لفريدة لنادين، فريدة تاني لنادين، ونادين بتعدي وداخلة نادين وبتصوب نادين، ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة لسموحة تاخدها على طول ماري لويس وتقف وتصوب، ما تنجحش في تسجيلها، تلمها رضوى، ورضوى بتعدي وطلع لها قدام على طول يارا، ولكن بتقف على كرتها تلعبها ناحية الشمال لجيدة لنادين، وتصويبة بتخبط في اللوحة ولكن تروح ليارا بتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 56-36. ريم بتدور على حد تديله، تلعبها لسما، سما مقفول عليها من فريدة، سما بتحاول توسع لنفسها، بتعمل لها ستار ماري لويس وبتتكعبل وبتخرج خارج الملعب بالكورة اوتسايد. بتقومها جيدة اوصل للنادي الاهلي، نادين لرضوى وبتخرج مي، واقول لحضراتكم مين اللي نزلت من سموح، نادين، نادين بتلعبها الناحية التانية لرضوى جيدة وداخلة وبتلعبها ليه يارا اللي بتسجل نقطتين وتاخد خطأ الشخصي هيستوجب رمية حرة إضافية. هتصوب الرمية الحرة الإضافية بتنجح التسجيل 59-36. والكورة مع ريم أسامة، ريم بتحاول تعدي، بتدور على حد تديله، تلعبها على طول لملك عبد القادر اللي بتصوب، بتنجحش في التسجيل، تروح لنادين، ونادين بتعدي وبتخترق وداخله على ثلاثه وبتعدي، والحكم بيقول ما فيش حاجه يلعب، وتقطع الكوره تاخدها جيده، جيده لرضوى الناحيه الثانيه لفريده ليارا لرضوى، ورضوى داخلة تطلع الكرة بره تاني، وجايدة بتجرب حظها وبتصوب ثلاثية جايدة، ثلاثية جايدة خالد بتنضم لنادي الثلاثيات النهاردة، جايدة خالد ثلاثية، ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن أحمد جمعة المدير الفني لسموحة. 62 الأهلي 36 سموحة. لا لعبوا على طول، يبقى هو كده اللاعبات راحت تاخد تعليمات من عنده ولعبوا على طول. كان في تغيير، غير حبيبه لطفي هي اللي نزلت، عشان كده الصفاره دي انطلقت. داخله نادين والكوره تخبط في قدم لويس ماري لويس وتخرج خارج الملعب اوتسايد. رضوى هتطلع الكوره. تلعبها ليارا، ليارا لفريدة، ليارا تحت الباسكت طلع الكرة بره تاني لفريدة ونادين، وداخلة نادين وبتسجل نادين 64-36. رمية حرة إضافية، خطأ شخصي ورمية حرة إضافية لنادين. تنجح تسجيل رمية الحرة الإضافية 65-36. والكرة مع حبيبة
تطلب من لعيباتها تلف وتاخد اماكن عشان تباصي تروح الكوره ليها تاني، ودخل حبيبه وبتسجل حبيبه نقطتين ترفع نتيجه 38 سموحه 65 الاهلي. رضوه هل هيكتفي اللاعبات؟ بالفعل اكتفى اللاعبات بالنتيجه، وبكده بتفوز لاعبات النادي الاهلي، بيفوز النادي الاهلي 65-38 وبيتاهل للنهائي ليقابل سبورتنج يوم الاحد ويوم الاربع. كل التوفيق للنادي الاهلي، شكرا لحضراتكم، وعوده الى الاستوديو التحليلي للاعلامي المميز الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن محمد سليمان السلعاوي والكابتن محمد موسى. شكرا لحضراتكم، كان معكم معلقكم الرياضي دكتور وائل ابو العزم.